قام يجيبوا كذا وكذا. وقلت لهم بسألكم سؤال، إيش سبب هذا التحرش؟ نعم. سواء كان ضد الأطفال أو ضد الصغار والكبار أو ضد الكبار أو رجال أو نساء، إيه ما هي أسبابه؟ نعم. هذا اللي اليوم إحنا إذا عرفنا السبب بطل عجب. نعم. إذا عرفنا الداء أكيد ممكن نعالجه، نتعاون على 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 وضع الدواء. نعم. صح. طرق الوقائية للالتقاء. فعلا. محزنة صراحة. محزنة. شوف أنا أخبرك أبو محمد، إذا كان هناك سبب، أول شيء ضعف الإيمان. الذي يجبر الإنسان أنه يقع في هذا الشيء هو شيء ضعيف الإيمان. نعم. بعدين الفراغ، أكيد عنده فراغ وما عرف وين يقضيه. نعم. الخواء الروحي، روحه خاوية ما عنده شيء أبدا. أيضا التربية الاجتماعية وعدم الرقابة والمسؤولية في البيت والخلوة، يعني تجد أنه يمكن الأب ما يسأل على البنت وين تذهب وين تجي وين كذا، ولا يسأل والده ولا يسأل، كما قال كل شيء مفتوح. نعم. ثاني شيء المواقع الإباحية التي تثير رغبات الشباب. كيف مواقع إباحية؟ منين؟ شوف سكرت بعض المواقع، لكن بعض المواقع اليوم تفتح عن طريق برامج خاصة. سبحان الله. فإحنا دائما نناشد الحكومة أن هذه المواقع قدر الاستطاعة تغلق، لأنه هذه مثل الإدمان، إذا بدأ الشاب فيها ما يستطيع يتخلص منها أبدا، وتبقى هي في اللاواعي عنده. يعني مسؤولية هيئة تنظيم الصلاات هي الأماكن، هذه مسؤولية، حتى مسؤولية عالمية، هذا مسؤولية عالمية، يعني في فلاتر معينة توضع لبعض الشبكات بس لين هالدرجة؟ هي بس تشترك فيها تشترك فيها يعني الهيئة الاتصالات تدفع أظن مقابل على أساس يتم حجر هذه المواقع، لكن من كثرهن ما يقدر يحجرون.